اسمحوا لي قبل ما نبدا رحلتنا النهارده اكلمكم عن المشروع القومي للطرق في مصر، هي شرايين الحياه. احنا بنتكلم في رفع كفاءه اكتر من 5000 كيلو متر من الطرق، ده بخلاف انشاء طرق جديده باطوال تصل الى 7000 كيلو متر، انتهى منها لغايه النهارده 4500 كيلو متر بتكلفه تتجاوز 300 مليار جنيه، ده طرق وكباري. اللي انا عايز اكد عليه شيء مهم جدا، فريق الجدعان على مدى الاسابيع اللي فاتت كان بيتحرك بشكل مكثف جدا على طرق الصعيد. احنا محتاجين لفت الانتباه ولفت الانظار الى اهميه الاسراع في تنفيذ وتطوير ورفع كفاءه طرق محافظات الصعيد. خلي بالكم طرق الصعيد بتبدا من اول الجيزه وحتى اسوان، احنا بنتكلم في نص سكان مصر، يعني اكتر من 50 مليون نسمه بتستخدم طرق محافظات الصعيد. كمان المحاور التي يتم تنفيذها، ما ينفعش نحن ندخل الناس من قلب الصحراء دون رصف المناطق التي تسير فيها السيارات على طرق الصعيد. واحقاقا للحق، مشروع الطرق القومي هي 6 سنوات من الانجاز تم بالفعل من خلالها تطوير العديد من شرايين الحياه في مصر، ولكن ارجوكم اعاده النظر في طرق الصعيد وايضا مراعاه امن السائرين في الطرق التي يتم تطويرها، دي قضيه شديده الاهميه. خليكم معانا.